أهلا أهلا، تعالوا أنا وياكم راح نسوي عصير جدا جدا لذيذ وجدا منعش ومفيد وما فيه أي سكريات. قبل ما نبدأ عصير راح نركبها معكم، لأن كثير يقولون ما تضبط معنا أو ما نعرف لها، فتعالوا أنا وياكم نركبها مع بعض. البداية راح تكون القطعة هذه، وتأكدوا أنها ثبتت ما عاد تتحرك. بعدها راح تكون القطعة هذه ونفس الشيء، وأبرمها بهالشكل لحد ما تثبت معي، أحس إنها ما عاد تتحرك. لاحظوا خلاص كذا أخذت مكانها، ما عاد تحركت. بعدها على طول راح أنزل العمود أو المحرك، نفس الشيء هذا لازم يثبت بهالشكل. وآخر شيء راح أقفلها بالشكل، والحين أوريكم إياه. كذا نكون خلصنا. خلوني أوريكم، لو ما تركبت كويس من باب الأمان، يعني قفل أمان ما راح تشتغل معكم، فمجرد ما تركبينها بالطريقة اللي أنا شرحت لك على طول هذا اشتغلت. خلوني أوريكم بعد شيء ثاني. طبعا يجي معها كاستين كبار مثل ما أنتم شايفين، واحد هو اللي نجمع فيه العصير اللي هو مقفل هذا، والجهة هذه هي اللي تجمع لي اللب. ميزة العصارة تبارك الرحمن إنها تستخلص لك جميع السوائل. ممكن من هنا شفتوا مثلا في قطعة كبيرة أو شيء وعلقت، أو فيها ألياف كثيرة، من هنا نشغل العكس تقوم تطلع معنا ترجع لفوق. شلون؟ تستخلص الألياف، ما فيها أي سوائل، كلها تستخلصها لك هنا.